الآن هل تركزون أنتم على توسيع زراعة البن لتتحول إلى صناعة، أم تشجيع الأفراد الذين ورثوا زراعة البن وأتقنوا زراعة البن فتميزوا بها وأصبحت جانبا من موروثهم ويمكن زيادة ذلك من أجل الاستثمار؟ بالضبط، حندمج ما برنامج المزارعين الريفيين اللي في المناطق المستهدفة مثل منطقة جيزان مع الصناعة لكي يتحول إلى زراعة البن إلى صناعة رافدة للناتج الإجمالي القومي. ولذلك دائما نعمل وفق الأسس، ومن في نفس الجزئية عملنا اليوم على بالتنسيق مع المركز السعودي للأعمال على توقيع 3 اتفاقيات لتجارية لوجود أسماء تجارية مميزة إن شاء الله حتنطلق من المحلية إلى العالمية في البن. وهذا يعني نتاج عمل مشترك ما بين الجهات ذات الحكومية ذات العلاقة، وإن شاء الله تنعكس إيجابا كرافد أساسي من زيادة دخل المزارعين في المناطق الريفية. شكرا لك مهندس أحمد، إن شاء الله في المرة المقبلة نستضيفك في استوديو الرابعة على فنجان بن خولاني من مزارع جبال جيزان. شكرا لك مهندس أحمد.